بدك ياني صدق انه شادي بيشتغل جرسون بمطعم بس من باب الهوايه ولا يقضي وقت؟ يا ستي مو معقول هالشادي، شو انه اجتماعي وبيحب الناس؟ اه يعني ماله بحاجه المصاري. لك طبعا لا، لك انتي ما بتعرفيهم لهدول العالم، هدول عالم مقتدرين كتير، جده تارك له اراضي ومصاري واملاك كتير. ايه الله يهنيهم، بس هي اول مره بسمع بشب هوايته جرسون، يعني من بين كل هوايات الدنيا ما لقى غير يكون جرسون. لك يا اختي انت شو بدك فيه؟ شو اخت مراقه شي؟ لسه بتوقفي له لهالزلمه سنجق عرض وبتكذبي وبتصيري بتتمقلسي عليه كل ما حكى كلمه؟ اف منك، مو معقول واحد ما بيقدر يحكي قدامك شغله. شبها شو بيعرفني، روحي اساليها. اف على النار، شو بملل اليوم؟ وين نور؟ اكيد بيكون وائل عازم على شي مطعم. بجوز. بتعرفي نيالا بتكون عم تتسلى. يا شادي الفقر وقلك المصاري مو عيب، بالعكس كنت احترمتك اكثر لو بعرف انك عم تكافح لحتى تحسن وضعك، مو احسن ما تكذب وتقول خلقان بتمك معلقه ذهب؟ انا اسف انا غلطان، بس والله خفت اقول لك الحقيقه تقومي ما تقبليني. لك انا كل شيء بقبله بحياتي الا الكذب، ومن يوم ما عرفتك لليوم ما قلت لي ولا كلمه مزبوطه. لبنى قلت لك انا اسف، خلينا نبدا صفحه جديده، وحياه شرفي وحياه شرفي، ما عاد كذب عليكي بحرف واحد. يعني اذا سالتك ليش عم تشتغل جرسون بمطعم بتجاوبني بصراحه؟ ايه بجاوبك بصراحه، لانه هذا هو الشغل الوحيد اللي صح لي. ها بس هيك؟ لأني عندي محكومية، كنت محبوس. محبوس؟ ليش شو عملت؟ نشلت يا بي، ونشلت كمان؟ بس الله وكيلك غصب عني، هي لحالة بتشتغل مالي مونة عليها، بكون قاعد بأمان الله ما بلاقي إلا وبالآخر بتفاجأ. هذيك اليوم لما شفنا فئتك ميديا فاجأت بعد ما شفتها بألفين ليرة بجيبتي. نشلت رفيقتي ميديا؟ وحياة شرفي مو بإيدي، يعني بإيدي بس والله غصب عني. وليكي بعد ما شفتك هذيك المرة تفاجأت بهي الألف كمان. يخرب بيتك ما أحقرك، ولك حتى أنا نشلتني؟ لبنى وحياة الله أنا تبت على إيدك، وحياة شرفي، بس أنت أعطيني فرصة تانية. رح أعطيك فرصة تانية، وهالمرة ما رح خبر الشرطة عنك، يا حرام يا حقير. ولك أنا ما بكون لبنى بنت أبو لبنى، إذا بشوف خلقتك مرة تانية، ما بتعرف شو بيصير. ها شو؟ شفت اللي بيقول استوديو شو بصير فيه؟ ها؟